الزج باسم المستشار الزند والمستشار عبد المجيد محمود، عفوا، هو مقصود بيه ان بما ان النهارده في طائفه او جزء كبير او جزء من المجتمع مش متفق معاهم، فكان الاساءه لحضرتك ولا الاساءه ليهم ولا عايزين يقولوا عليك فلول؟ لا انا مش هيقول المفهوم الجديد. لا هو مش هيقول فلول من بتوع اليومين دول، مش بتوع من سنتين يعني، هم عارفين طبعا الحمد لله يعني. طب ليه التركيز على الاسمين دول؟ وحضرتك استبعدت تماما ان حضرتك قلت كلام منطقي طبيعي ما يكونش المستشار عبد المجيد محمود لان هو كان رئيس اللجنه، والمستشار الزند حضرتك بتقول ان هو كان بعيد تماما عن ان حضرتك تكلمه. لا ليه يعني؟ طب اشمعنى يعني؟ ما هو المعنى بقى في 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 بطن من صرح. انا ما سالتوش استاذ محمد، يعني ارجوك. نعم معلش. يعني حبا في نفسك وحبا في ابنك وحبا في بنتك، ارجوك قول لمشاهدينا ان الاستاذ محمد طوسن اللي سمعته انا اعلم تماما انها برلنت، قول لهم انها برلنت دون ان تراعي انك انت يمكن تجرح مشاعرهم، لان هم اعتقد ان هم مش جرحوا مشاعرك بس، جرحوا مشاعرك ومشاعر اسرتك. نعم. عايز تقول لهم ايه؟ لمين؟ لل دخل اسم المستشار الزند. انا اقدر اقول لك حاجه. اتفضل. يعني لو من السهل جدا ان انا اقول على اي شخصيه عامه اي كلام دون ان اتحقق، وممكن يصل الى الانسان اخبار جارحه لو الواحد رددها هي جارحه، ولكن لا استطيع ان اتحدث بها عن اي شخص ما لم يؤازر هذه المعلومات دليل قطعي، خاصه اذا كان الشخص تستطيع ان تناقشه وتقدر ترفع سماع التليفون وتساله وتقدر تسمع من حواليه. ليه المشاكل؟ ليه يعني هذا الالتباس؟ فحقيقه هو كل ما اخذ في هذه المساله هو موضوعين. موضوع انني ان انا ممكن اطلب من المستشار تستخدم الواسطه. الامر الثاني ان انا اقبل ان ابني يدخل واعلى منه ما يدخلش. والاثنين انا الاولانيه دي منفيه تماما، والثانيه دي مش بايدي لان ضوابط حاططها المجلس. انا مش هاجي اقول له والله انت طلعت ده اللي اعلى من ابني ليه عشان ابوه مش معاه العالم، مش انا لا كنت النظام ساعتها، ولا انا اللي بحط القواعد، ولا انا اللي بحط الضوابط. ومش معقول برضه في نفس الوقت اقول لابني والله ما تدخلش المكان ده عشان الضوابط ده. لا، انا بتقدم عادي جدا، ولهم ان يحكموا، يقولوا له بره يمشي، يقولوا له انت مقبول. خاصه على فكره هو عنده مؤهلات اخرى، يعني هو معاه دبلوم في التحكيم الدولي بدرجه جيد جدا من جامعه اسيوط، فيعني دي ايضا بتؤخذ في الاعتبار. ظلمت يا استاذ محمد، ظلمت في هذا الموضوع؟ لا طبعا. حد نصرك؟ ده انا شايف الحمد لله، يعني الحمد لله البرنامج بتاعكم نصرني قبل كده. والاصدقاء يعني بوجه تحيه لكل الناس، يعني الاستاذ رجاء عطيه كان حلو وتناول هذا. وفي البدايه انا قلت كلمه معاويه اللي هو اخوف وما اخاف رجل لا يجد نصيرا الا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. طيب خلينا نخرج من هذا الموضوع لان عندنا موضوعات اخرى مهمه، حبينا بس ان التوضيح ده يوصل لان مشاهدينا ممكن يفتكروا اننا بنتجنبه، ما بنتجنبش اي موضوع، وبشكر حضرتك على الرد. تاني مشروع قانون السلطه القضائيه، وحضرتك عندك راي واضح فيه، هل وبصراحه بقى المره دي الاخوان عايزين يطيحوا بحضرتك من اللجنه التشريعيه بسبب رايك في هذا الموضوع؟ لا طبعا يعني لا اعتقد ذلك يعني. وانا لما قلت العباره الشهيره اللي هي البعض يعني اعتبرها انها شديده يعني، والبعض اعتبرها انها يعني وكانني مثلا اجامل القضاه، هي في بدايه جلسه اللجنه انا قلت بيان يعني، فقلت فيه يعني ما معناه يعني انه يجب اخذ راي المجلس الاعلى للقضاء والمجالس الاخرى، وقلت ايضا بالنص ان رايها هو اشد وطئا واقوى مقيلا. لما قلت ذلك ده ما يخليهمش يطيحوا بك، ده لازم يطيحوا بك. لا ما هم برضك في الحريه والعداله عارفين
ان لازم ياخدوا اقدر. ما هو الدستور ماده 169 هم، ما هو الدستور ده شاركت يعني وضعته الجمعيه التاسيسيه، وكان فيه الحريه والعداله وكان فيه النور وفي كل فيعني ده انا مش الكلام ده انا مش جايبه من عندي، ده الكلام ده موجود في الدستور. والمشروع اللي مقدمه الاستاذ طاهر عبد المحسن من الحريه والعداله، ما هو حينما اثير هذا الامر وتداولنا فقالوا ان توافقوا معي في النهايه في ان حيؤخذ راي المجلس، واعتقد ان الذي كان اكثر استجابه هو الرئيس مرسي حينما اعلن مؤتمر العداله هذه ابلغ صوره ان احنا ناخد فيها راي الناس. بتقول الرئيس بينيم القضاه ومره واحده هيعمل فيهم زي ما عمل في المجلس العسكري، تتوقع؟ لا اعتقد ذلك. وبعدين احنا مش عايزين نتعامل، شوف ما هو الناس بتقول يا استاذ اسامه يعني والله حقيقه يعني السلطات في الدوله مش عارف اقول ايه، كلها مظلومه، السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضاء يعني مثلا حتى الشرطه بعد ما قامت الثوره وكاننا بنتعامل مع الشرطه وكانها هي بتاعت زمان، مش عايزين ندي فرصه ان نقول يا اخوانا ان الشرطه هترجع وبضوابط جديده. ها ما دلوقتي السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه في حاله من هي دور بقى رئيس الجمهوريه هذا الاحتقان ان يزيل هذا الاحتقان. مين رئيس اللجنه التشريعيه حضرتك؟ مين وكيل اللجنه التشريعيه؟ وكيل للجنه التشريعيه اثنين وكلاء، طاهر عبد المحسن ايوه من الحريه والعداله، والدكتور حسن يوسف من حزب النور. مين الاستاذ صبحي صالح؟ الاستاذ صبحي صالح هو صديقي، لا ما انا عارف يعني كان وكيلا للجنه التشريعيه في مجلس الشعب، ولكن لما جه عندنا اللجنه التشريعيه كان مقررا لقانون الانتخابات. المقرر للقانون الانتخابات، وده على فكره عرف مجلس الشعب، ان اي قانون مش قانون الانتخابات بس، اي قانون المقرر يدير الجلسه احيانا. تمام. ليه؟ لان هو هيتولى طرح القانون وهو اللي هيجيب على تساؤلات. علشان كده لما قانون الانتخابات عرض انا كنت المقرر من حيث المبدا على المنصه، اطرح الموضوع من حيث المبدا. حينما بدا في نقاش القوانين الماده ماده كان المقرر الاستاذ صبحي، فهو ده يمكن اللي ادى انطباع للناس. هو ما زال هو مستمر ان هو معانا، بس هو ما زال مقرر، واضح ان هو مقرر مش مقرر. لا 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 ما ما ما, ما كانش الا في قانون الانتخابات فقط، في قانون الانتخابات فقط يعني فقط موضوع السلطه القضائيه وغيرها. لا ما كانش مقرر، لا يتدخل. لا لا ما كانش يعني بنشوف له كده تصريحات قويه. لا ما التصريحات والاراء وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا مش معنى ان احنا في الحريه والعداله ولا اي حزب من مصلحته ان يكون متماثل. التماثل قتل في النهايه، التماثل طبعا يقتل الفكره، ولكن التباين يحدث حراك. التباين، لكن التباين لازم يكون فيه كده نبقى ايه، نبقى شبه سواسيه في اننا نبقى موجودين، او ان يبقى اللي واخد الرئيس اللجنه رئيس اللجنه، وكيل اللجنه وكيل اللجنه، امين السر امين السر، العضو عضو. لا ما ينفعش العضو يبقى مش عضو. لا او العضو يبقى اكبر من العضو يعني صحيح. طيب عايز يعني الدستور بيقول انتخابات النواب تتعمل بنفس الهيئه المشرفه على استفتاء الدستور بتشكيلها، صحيح الكلام ده؟ اللجنه العليا للانتخابات هي اللي هتجري الانتخابات. طيب لو خرج الاعضاء اللجنه للمعاش؟ لا هم موجودين بصفاتهم، يعني انا لما اجي اقول رئيس محكمه استئناف القاهره، رئيس محكمه استئناف القاهره قبل كده كان يعني غير رئيس استئناف المحكمه الان يعني مش نفس الاشخاص. مش لا 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 لا, لا رئيس محكمه استئناف المستشار السيد المستشار الجليل في 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 30/6 هيكون هيطلع معاش، وهيبقى في رئيس استئناف اخر، فمش معناها كده ان نقول ان هو يبقى لازم يرقى، لا هي بصفاته. طب ما نفس الحكايه على موضوع المستشار حاتم بجاتو، مش مكانه ما بقى فاضي وخلاص اللي موجود مكان مين يعني مين اللي موجود مكانه يعني؟ لا مين أنا مين؟ لا مش مين قصدي، انا قصدي هو موجود هذا المنصب اللي كان يتولاه قبل ان يصبح وزيرا، المنصب ده مش لابد ان هو
يتم ملؤه بعد كده بموافقة رئيس الجمهورية؟ لا بالتشكيل يعني بالتشكيل يعني ما هو شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هو في حاجات يعني رئيس الاستئناف ده هيتم شغله تمام، هل يستطيع رئيس الجمهوريه ان هو يقول لا ما يبقاش رئيس استئناف؟ ما يقدرش. وفي اشياء كثيره على فكره يعني قرار رئيس الجمهوريه فيها تحصيل حاصل، يعني زي ايه؟ تعيين النائب العام. تعيين النائب العام كان قديما في دستور 71 قرار من رئيس الجمهوريه، الدستور الحالي سلب هذا الاختصاص من رئيس الجمهورية وأناط بهذه المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء. طب المجلس الأعلى للقضاء هيرشح نائب عام، ماذا يملك رئيس الجمهورية؟ هيصدر قرار بيه؟ لا بيرشح ثلاثة والرئيس يطلع منه. عموما في النهاية هيصدر قرار بناء على ترشيح منين؟ من مجلس الأعلى للقضاء. ففي القول الفصل في المسائل كلها للمجلس الأعلى للقضاء، دفعات النيابة ودفعة مجلس الدولة في النهاية ما بيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولكن اللي بيختار مين؟ المجلس الخاص في مجلس الدولة هو اللي بيختار. مش هينفع ان رئيس الجمهورية هيقول بس معلش يعني انتوا جايبين لي ده، ما انا اللي اختبرتهم، مش رئاسة الجمهورية اللي اختبرتهم. يعني انا قصدي ان المستشار بيجاتو هو جزء من المحكمة الدستورية. تمام، هو جزء من المحكمة الدستورية، جزء، هو كان في هيئة المفاوضين. في هيئة المفاوضين لما اخلوا مكانه الحل اللي اعطاها منصبه الان اوتوماتيك بتملي اوتوماتيك، يعني في حد اتحط مكانه؟ طب قطعا، بس انا مش على ده، ولا في انتظار عودة الرئيس من البرازيل؟ لا 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 يصدق. لا لا انا مع وبعدين اصل هو لسه اللجنة ما مارستش يعني او ما فيش عجلة كمان في ان لازم واحد يدخل دلوقتي، لان لسه